احنا هنا بقالنا 25 سنه دي شغلتنا اليميش، بنفرش على يوم 1 شعبان بس، يعني السنه دي اتاخرنا اليوم 10 شعبان. والاسعار اليميش الحمد لله السنه دي نعمه وفضل من عند ربنا، في حاجات كتيره ارخص من السنه اللي فاتت، وفي حاجات عشان هي في بلادها قليله فغليت حاجات بسيطه عن السنه اللي فاتت. البندق السنه اللي فاتت كان ب 160 و170، السنه دي ب 125 المقشر. اللوز كان ب 140، السنه دي ب 130. عندي زبيب السنه اللي فاتت ب 44 والسنه دي ب 44 زي ما هو. ما فيش الا التين بس غلي عن السنه اللي فاتت عشان المزارع بتاعته مضروبه السنه دي. الفوز برضو غلي لحاجات سياسيه عشان ده تركي واحنا ما بنجيبناش حاجه من تركيا السنه دي، انما كل حاجه الحمد لله الخير كتير، بس الناس تقول يا رب. الاعلام بقى له 3 اشهر خايل للناس ان الناس السنه دي مش هتاكل اي حاجه خالص، ودي للاسف دي معلومات مغلوطه. البلح بنفس الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت، النص اليميش اقل من السنه اللي فاتت، بس الاعلام خدها كده راغي بقى له شهرين اكن اللي احنا خلاص بقينا في مجاعه. اسعار البلح من اول 4 جنيه يعني غني وفقير السنه دي هياكل ب 4 جنيه ولا حضرتك، 5 جنيه 6 جنيه 7.5 10 جنيه، وفي طبعا ده 20 و25 ده حاجات في زبون بيجي يطلبه معين. احنا عشان بنبيع جمله ما بنسميش، اللي بيسمي البلح ده اللي هو بيصنف البلح بيحط عشرينات وثلاثينات وبتاع، انا زي ما انت شايفه كده ببيع جمله، وان شاء الله هنقف على رجلنا تاني والبلد هترجع احسن من الاول بمليون مره. وكل سنه وانتم طيبين والشعب المصري طيب.